الاقتصاد المصري أصبح موضع إشادة من المجتمع الدولي مؤخرا بعد الجهود الكثيرة التي حدثت أو تحدث لاستعادة عافية الاقتصاد. اليوم السابع نقرأ هذا العنوان: مؤسسة دولية برنامج الإصلاح الاقتصادي يعيد الأمل لقطاع التصنيع في مصر. وفي التفاصيل، كشف تقرير صادر من مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية أن شركات دولية عدة قد أعلنت خطتها لتوسيع الإنتاج في مصر واستخدام مصر كمنصة تصنيع إقليمية على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات اللي حدثت في مصر في الأشهر الماضية. التقرير أشار للتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، وهو ينبع من التطورات والتحديثات التي وجدت في بيئة الاستثمار والاقتصاد على المستوى الموسع. هذه التطورات ساعدت فعلا على الاستفادة كما قال التقرير من مزايا تنافسية تقليدية للاقتصاد المصري، متمثل أولا في كبر حجم السوق، ثانيا العمالة الماهرة، أيضا انخفاض التكلفة، الموقع الاستراتيجي لمصر طبعا فيما بين القارات. التقرير أضاف أن نتائج مسحي استطلاع تم إجراؤه في مصر مؤخرا على المديرين التنفيذيين ورؤساء مجلس إدارات الشركات أوضح أن 80% من المديرين الذين تمت مقابلتهم لديهم توجهات إيجابية للغاية نحو الاقتصاد المصري ونحو فرص النمو والتوسع في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي وأيضا قوانين الاستثمار الجديدة، حيث يسعون إلى مضاعفة الاستثمارات في الفترة المقبلة. التقرير أشار أيضا أنه على الرغم من أن هناك صعوبة في قرار التعويم كما رأينا، فإنه قد أدى إلى نتائج مبهرة، خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، ودي أشياء لم تكن تحدث دون هذا القرار الشجاع. التقرير لأكسفورد أشاد بالتعديلات الجديدة في قانون الاستثمار، وده بيضم عدد من التيسيرات للمستثمرين، منها الرخصة الذهبية اللي مقتضاها يعطي رئيس الوزراء موافقة واحدة للمستثمر تتيح له القيام بكل أنشطته في مصر دون حاجة إلى موافقات إضافية.